السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافيه ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناه سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب اينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب الثلاثاء 30/7/2024، احنا الان بسوق الحلال في مدينه معرض مصرين. بلشنا لكم بالفحول الشاميه، الفحول الشاميه الطيبه ما شاء الله تبارك الله. ده قال لي على العملاق الشامي هذا، تقول افعى ما شاء الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ما شاء الله تبارك الله احسن الخالق. فحل شامي طيب. الان اغطيكم السوق كاملا يا شباب عشان ما حد يقول والله ابو حمزه قام تبلش طول المقدمه. خلاص اليوم نبلش لكم مثل ما تقول بالمختصر المفيد. هذا ابو حسين عندك هذا الفحول الشاميه هذا ما شاء الله تبارك الله. هذا شنو سنو؟ ثني طالع ربع. لاحق على العين يا شباب، الضخامه والقعام، ضخامه ضخامه ما شاء الله تبارك الله، ضخامه وفخامه ما شاء الله تبارك الله. وهذا كذلك هذا كذلك ثني مو؟ ما شاء الله. وهذا شنو هذا؟ ثني. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ما شاء الله تبارك الله. جواكيك روسها ما شاء الله، جواكيك ما شاء الله تبارك الله. بحسين لا تنسوا الاشتراك بالقناه يا شباب، اضغطونا على زر الاعجاب وزر الاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد ما شاء الله تبارك الله. ابو حسين ايش قد طلبت له البضاعه ما شاء الله؟ والله 750. ابو حسين بدك توقف لي جنب البضاعه مشان تبين خشانته، لانه المجتمع يعني ما بده يعمل مقارنه. ما شاء الله يا ابو حسين ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. مكفول مكفول يا ابو حسين. اللهم صل وسلم على نبينا. ارفع ارفع راسه ابو حسين، ارفع راسه مشان يبين خشانته. اللهم صل وسلم على نبينا. دعوا يا شباب واصل جدوى. الشباب اللي يقول لك ابو حمزه انت تصور على القاعد، انا اصور على القاعد تبين خشانته. اما طلع واصل واصل صدره، واصل الصدر ابو حسين ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد. ايش قد طلبت به هذا ابو حسين؟ ايش قد طلبت به؟ 750. ما طوق شيء لسه. وهذا كله مكفول، كله مكفول ابو حسين. ها الطيب والزين عند عمك ابو حسين. اللهم صل على محمد. كويسات والله بضاعه. بي اناثي، ما عندك اناثي؟ ما شاء الله تبارك الله. هذا مو شنو هذا النجذاء شنو انه؟ اي هلا صورناه 10. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله بينا احنا. الاضرار خلينا نشوف اضرار يا شباب، اهم شيء اضرار. اضرار طيبه والله. اهم شيء الضرر والله يا ابو حسين. اضرار كويسه. جواكيك ما شاء الله الخشوم. الله من الفحول هاي. اللهم صل عليه. ملقحه من الفحول هاي مو؟ اي من الفحول هاي. ما شاء الله تبارك الله. داحك داحك. طيب يا شباب افعى افعى. شو اسمه هذا ابو حسين؟ ماله اسم؟ كوبرا كوبرا الغضنفر. هذا الكوبرا ها؟ كوبرا الغضنفر ما شاء الله. داحك على داحك على البيضات يا شباب ما شاء الله. بلوه من البلاوي ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. احسن احسن الخالقين. فحل شامي عملاق. نعم ما شاء الله تبارك الله. خشانه ما شاء الله ابو حسين. والله بضاعة طيبة أبو حسين، من وين جايبها أبو حسين بضاعة؟ يعني طبعا أنا أعرف إنه أنت زمان يعني تشتغل بين يعني. اللهم صل على محمد. في عندك يعني في عدد يعني. اللهم صل على محمد. نحن أهم شيء أبو حسين الحليب بالنسبة للأنثى والفحولية والنشاط. أي نعم. اللهم صل على محمد. ويربي هذا لما يكبر هذا يربي لحم يعني. كل شيء يطلع من عندنا مكفول. مكفول. مكفول من كل عذر. اللهم صل على محمد. هذا أبقع هذا. هذا بيروتي. بيروتي ها؟ لان انا اعرف ابو حسين عندي معلومه ما ادري اذا صحيحه ولا غلط، انه الشامي يجي لونه ساده. اللهم صل. شو اسمها؟ اللهم صل. ابو حسين انا اعرف انه المعز الشامي يجي ساده. اطيب شيء بالمعز الشامي هو الابيض صح؟ الدبسي والاسود بعدين صار يجي الابيض بعدين الادرع. هلا ارغب شيء احلى شيء او اغلى شيء شو هو؟ بالنسبه لنا الدبسي والاسود. لان انا اعرف اهل الخليج يحبوا الشامي الابيض. هلا صار ينزل الابيض. نعم. اي نعم. قبل كان بعد الدبسي بعد الدبسي نعم بعد الدبسي بالاسود صار يجي الادرع الاسود. اللهم صل. احمر عجمي. نعم. الابيض والزرق. نعم. نعم. اللهم صل. الله يرزقكم. ما شاء الله تبارك الله يا شباب. هاي غنم اخونا ابو حسن. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. داعي لله المواليد. هذا مولود جديد ها؟ ان شاء الله تبارك الله. شوي اعطوه الشمس يا شباب شوي. اللهم صل على محمد مشان يبين وجهه. حراق ما شاء الله. عشان ما يفكرون ادرع يعني. هاي غنم ابو حسن يا شباب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما شاء الله تبارك الله. ضاعه حلوه ما شاء الله. اللهم صل على محمد يا شباب.
بأحد أمراء الخليج عنده حلال طيب كله مثل هذا الخروف ولا المجبة. شو أشوف أحيانا على تيك توك على يوتيوب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله تبارك الله. بضاعة طيبة والله. إيش قد طلبت بهالبضاعة أبو حسان؟ ما شاء الله وجوه طيبة. هاي نفس اللي عرضناها صورناها. هاي عينة منها. أنا عارف إنه منها بس مشان المشاهد أكد يعني. شباب أنا أسأل السؤال وأعرف جوابه بس مشان المشاهد. اللهم صل على محمد. بالله وجوه حلوة وراعين حلو وموالدين حلوات. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. أبو حسن إيش قد طلع إيش قد سبت إيش قد طلبت؟ ما أعطوك شيء. بالبيت غير. صارت نقاية مرة وقلت لي بعشرة إيش قد؟ نعم عشرة ب7000. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك. أنا حلوة يا شباب بضاعة حلوة ما شاء الله. ضاع حلوة ضاع حلوة ما شاء الله. روس حلوة. اللهم صل على ما شاء الله ما شاء الله. ده وجوه حلوة. خلا 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 والله وجوهها حلوة اشكالها حلوة. وشابقة الغنم داك تريد الشابقة انت بيت داك داك حطت رقابها شببت رقابها على بعض. شابقة الغنم الغنم بس لقيتها تشابقة ما تزين. الله يرزقكم يا ابو حسين. الله يرزقكم. بتر غنم بتر ما شاء الله. غنم بتر اشكالها حلوه. اللهم صل وسلم. عم يطلب 750 والله ضرار طيبه. ده شو ده ضرار طيبه. ها احلى شغله بالغنم ابو حسن. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. غنم زي ابو حسن احلى شغله. وين ابو حسن؟ ضيعينه. اقول لك احلى شغله بالغنم انه ضرتها ما تبين. ان عجل ضرتها ما تبين. هاي يقولها مدفونه. ايه. سبحان الله. اللهم صل على شوف السلف ابو حسن سلفنا الصالح رضي الله عنهم يقول لك القدر موكل بالمنطق. يجي انسان يقول لك ما بيبيع الله سبحانه وتعالى يسكره بوجهه. يجي انسان يقول لك ما راح تنباع ما راح تنباع. لان عندنا هنا بالسوق اهل الخير كثيرين. ايه هذا نوع هذا نوع من ضيق الصدر. اي والله كويس الشيء هذا. انا الاقيها يغل الدين هاي عند الواحد. نعم يقولون يقول لك ايش يقول؟ يقول انطق بقول الخير او لا تنطق. ان القضاء موكل بالمنطق. انطق بقول الخير او لا تنطق لا تتكلم. ان القضاء موكل بالمنطق. فالقضاء دائما موكل بالقدر موكل بالمنطق. انا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء. يقول راح تنباع وتنجبر تنباع وتنجبر. ويقول ما راح يصير ما راح يصير. الله عند ظن العبد. قلنا بوجه الله. يقول لي اذنا بوجه الله. ضاع حلوه ونظيفه وذهب ومنخوبه نخب. يعني الطبيعه كمان يطلع اسواق اي واحد جاي يطلع يقول يا الله يا حاج. ليش انت نفسك هذا مو بيد الله؟ يجوز يطلع ما يرجع. الله يطول عمرنا ان شاء الله على الطاعه. ما يقول هي دول بيد البشر. المي والهواء لول بيد البشر فطسوا بعضهم. اي والله اي والله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما انباعت يا شباب. اللي له بها مصلحه بضاعه ذهب يا شباب. بضاعه ذهب ونظيفه وحلوه وكلها عشر. كله عشر. نعم نجيب الايكو. نعم كم عدد هذا النسيم؟ 20 راس. شايف شايف القاع؟ اغلبيه اتوام. وجوه حلوه يا شباب غنم طيبه. ابو حسن افصل لي اياها فصل نهيلي اياها على الاخير. قول لي كذا لا تقول لي 700. ايه انت قلت يعني على ارض الواقع احسن المفاصل لانه أيوة. من تفصل ولده يرجع يفصل النوم. يقول لك هيو تدع سمح على طيب انت الارض حلال شفته لحتى تدع سمح جزء سمح والله الف مثلا طفل. نعم للامانه غنم ما تضيع. تعال اليوم انت على ارض الواقع لما تشوف الحلال لما سمح تقدر تقيم حلال بس على هاتف والله شجع سمح الحلال شو استفدنا؟ سمع الفاضي مضبوط؟ نعم اليوم لما ناوي اشتري اجي على ارض الواقع اشتري. اذا لقيت سلمان يشرب شاي فاعلم ان الامور مو هاي لاي. شلون السوق اليوم محمد؟ والله سوق زين. رحت على سوق اللحم شيء؟ والله 4 دولارات و75 4 دولارات 80 هذا الخروف.
اي نعم. ولا الفطيمه؟ والله اللي باعت فطيمه تعب معروفه بخمسه. نعم. هذيك ب 4.55 ل 5.70. ما شاء الله تبارك الله. الله يرزقك ابو محمد حبيبي حبيبي. قام تبيع تنباع جنيه يعني؟ جنيه حليب تحت. ذره طيبه كويسه والله. اللهم صل. الناس قاعد تستنى مثل المعز هذا. نعم. على مسمر الغريز. نعم. العنز هاي جعنسوه 225. ما اعطوك شيء بيه. الدفع 175.80. اللهم صل على 108. ايوه 175 هاي هرمه. نعم. جعنسوها 175. هاي قام تنباع قيمه لحم يعني؟ يعني هرمه ضحك الان. شبيره السن شبيره السن رايحه. شلعه. اجوز. يعني على 160 165 بياعينها. نعم. انا سوم 10 دولار 15 دولار عن زيد. نعم. عندنا الواقع. عندي مثل الاخلاف هذا اللي ضحك هذا الجوز. جعنسوه 4.5. الجوز مع بعض 450 دولار. نعم. لسه ما صار بين شيء. لسه ما صار بين شيء. هذا إنما الربط على أمن خاميات. نعم. هذا إنما خاميات على أمن. صار سليم من كل شيء. الله يرزق. الله يرزقكم يا مجاهد. وجا أقول لك هذا اللي عندنا اليوم إن شاء الله والله ينطيك العافية أبو حمد. الله يعافيك. أنا من السنة مواليد الصيف كثيرة يا شباب ما شاء الله تبارك الله كانوا عجاي والدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يمكن عند عمنا أبو عواد ما شاء الله ذرة الزينة. كان والدته من عجاي والله. فلا نشوف جوز مي والدة ما نقدر نحصر إلا نشوف إلا نسأل عنها. هاي والدة توم يعني؟ والدة وراها فطيمتين. فطيمتين إن شاء الله تبارك الله حلوة. هاي عند أبو عواد؟ عند أبو عواد. إيش قد طلب بيها إيش قد سامها؟ والله هذا أبو عواد. وين أبو عواد؟ والله ما يسأل ما أدري جادي حسن. اللهم صل وسلم عليه. الله محلاها ما شاء الله. لو بكيها حلات الدنيا بهالحلال. والله حلات الدنيا بهالغنم. شو قام أبو عواد؟ ايش قد سمت ام التوم هاي؟ اليوم عم ابو عواد لابس هيك كواشف اموره زينه. ما اعطوك شيء عم ابو عواد بها؟ ما صار بها دفايه. فتيه؟ ما شاء الله. ابو عواد زلمه مضبوط بدون ما طالع عنه. ابو عواد لا والله من الله يخلقه زلمه. يقول من طلع ابو عواد زلمته مضبوط اقول له ابو عواد زلمه قبل ما طلع قبل ما اصير انا قبل ما اخلق انا. امبارح يا ابو امبارح صرت انت ها؟ نعم امبارح صرت ابو عواد ابو عواد صقار مضبوط الحكي مضبوط امبارح ابو عواد احنا تلقينا وشفناه يا عم ابو عواد يا عم ابو عواد الصقر ينلتقى قبل عمر مره وانت صقار مو؟ يلا ما يطلع لك ابو حمزه ما اقدر اطلع زين شرواك ابو شادي ما اعطوك في اشياء ابو عواد ما صار بيها دفايه لا بضاعة حلوة سبحان الله البضاعة البلدية أحيانا تنطي هيك الواحد يضحك على الفطيمة الصبح تفتح النفس اللهم صل على أيوة ذرة طيبة شلون السوق عم بعواد زين ها الحمد لله الله يبعث الخير الله يوفقكم الله يوفقكم ظن جدي يا شباب أرخص شيء اليوم بالسوق الجداية يا شباب أرخص شيء بالسوق الجدي عم ابو عواد ايش قد قامت سوم جداية؟ والله اذا سوم ذنك 100 ما اعطوك شيء؟ ما اعطوك شيء لا بالله ما اعطوك بين يعني 100 و والله ما اعطوك شيء ترى زين بس جاك ابو اللهم صل وسلم والله هذا ما عليك كامش اليوم الدنيا هوا عم ابو عواد ايوه الله يبعث الخير امين الله يرزقك 250 ها؟ والله خالد ميت الحركه ما اعطوك بين شيء؟ ليش قليل الحركه اليوم؟ الشيء الحبة الناعمة تعرف هذا دليل انه الناس الدورة رخص دورة الشيء رخيص هنا يعني 4.55 نعم مقصوص النعمة نعم هي اليوم دوارها 4.5 زيادة شوي نقص شوي الفطيم الناس قام تشتري الشيء الرخيص هنا. الناس ما عندها مصاري يا ابو محمود نعم الله يرزقك ابو محمود حبيبي ابو جاد ما الرباطه بس نظيف عليكم اسعار الحين تجي العجه تجي على الربط ابو جهاد ها انعجه على الربط تجي بس بدك انعجه احسن شيء للربط يا خيو الحين الشهر ما تستفيد بس بعد الشهر ان شاء الله بالحر ما رباطه ميزانه بشكل عام بعد ان شاء الله اللهم صل وسلم ايش قد طلبتوا بها ابو محمود ابو جهاد 225 225 ما اعطوكم شيء والله يسلمك شلون هالسوق اليوم ابو جهاد؟ والله
في هدوء ها؟ العمال يشوفوني ما بي ولا مره عندك في المقطع بالفيديو قالوا لي تقول السوق كويس. نعم. اليوم اكثر ناس تقول السوق مو كويس. حتى الجنه تقول السوق كويس. انت متفائل على طول عادي يعني. الحمد لله. الحمد لله. اللهم صل وسلم. هاي الجذعه هاي الحمراء هاي السوداء ذيك؟ جدي ها؟ قد اسعاره هذا ابو؟ والله يرجع الجن 150. 150. اللهم صل. ينط ما اعطوك شيء ابو جهاد؟ والله ما اعطوني شيء يا ابو. شو ابو وين ابو حسين؟ انا ابو حمزه. ما جاد ادور له دوار منقاش. شو ابو حسين؟ يلا ابو حمزه. الله يسلمك. نعم. والله ينضاف كويس. 45 دولار؟ 10 جدايه. بلاش. اي والله اصلا هذا الناجع عن سومين 75 قاعد ينطوني 130 الجوز. نعم على 130 ايش قد يعني؟ يعني على 65. 65 دولار. قاعد سومين 75. نعم. البيع صاير اكثر شيء على الشيء الناعم وصغار مو؟ الناعم الخرف الناعم اكثر شيء الحبه الناعمه والصغيره. اي نعم. اللهم صل على محمد. يعني يصلح توني كل شيء بحطه. جلس حال وقف باستعداد. اي نعم. والواحد من الصير كونه شيء يسوي ما يبين العرج ولا يبين يثبت عاله شد عيله. بس شافه والدلال خيو يعرج. بس شافه والدلال يعرج يقول لك هذا خيو شغلته. ايوه بالنسبه للخروف سمعت متقبل 110 مويه 115. والله انا ما شفت 15 شفت من الخمسه وتحت. هاني عمال ممكن يكون بي 15 الله اعلم. صلى على محمد. تو واحد جاي يقول لي قلت له يا حجي والله انا عارف من 80 الى 90 خروف. نعم نعم. فطيمتنا تقبلت على يدي اني محلوقه بخمسه 4 و55 اليوم. نعم هي دوارها 4.5. أربعة زيادة شوي نقص شوي. هذا أقول لك. نعم. خروفنا أنا أعرف من 80 إلى 90 يعني من الخمسة وتحت. نعم. من فوق الخمسة ما شفت. الله يرزقكم يا أبو جهاد. آمين يا رب العالمين. الله يوفقكم. يجوز فوق الخمسة ليكون بدين. هاي فاتورة أنا ما أقدر أخذ الفاتورة يا حج. نعم. والنقد نعم. أنا شوف هذا الأسبوع اليوم والأسبوع مثل بعضها. كل أي إنسان يشوفني أرجع أخبر عن نقدي. نعم. أنا ما أبيع فاتورة. نعم. صار لي 4-5 فاتوره ما ابيع خالص كله نقد. سلم واستلم. ما ابيع دين ما ابيع. نعم. ابيع قبيض. انا ما راح اشيلك على السوق وعلى بيزاري. انا اشوف على اليوتيوب على الصفحه. ايوه نقد. يقول لك بعنا احنا ب 5.10 يا حجي. كله فاتوره. 5.10 بعت الشهر. كله فاتوره. مو مثل النقد. مو مثل النقد. ملاحظ على الدلاله ها؟ انا ملاحظ على الدلاله بالسالفه هاي. بي عندك دلالين ثلاثه عندك بس صفحه. نعم. اسمعون نعم. صوتي. يا ما يذكر كلمة فاتورة يا ابن الحلال. أيوة انت اليوم مجاعة تقول الخروف اليوم 5.10 بعته كمل قول بعت فاتورة. نعم. بعت فاتورة 15 يوم. نعم. 20 صح. يوم يختلف 10-15 سنت عنا النقدي. نعم. بينما اليوم انا بعت ب90 نقدي اقول بعت ب90 نقدي. نعم. العالم برا تشوفه. نعم. يوم اي اني عندي خلاف واسمع بائع عندك بائع ب5.10 اقول ما ابيع الا ب5.10. ابو حمزة صور ب5.10 تصير الناس تتمسك. اها بس يوم اليوم انا بعت ب90 ولازم يقول فاتورة. أيوة فاتورة. أي كملها يوم ما نقول بخم بعت اليوم ب5.10 أقول يا شباب ترى فاتورة 15 يوم. أحسن. هاي يعني ملاحظة كبيرة يعني. نعم صح. بس يوم ما أنا اليوم بيع ب90 نقدي أقول يا شباب سوقنا اليوم 90-95. نعم. أحسنت والله أبو جهاد. أي والله. هاي ملاحظة على الدلالة. بعد باعت اليوم فطار فاتورة عندنا هي 4 و55 15 يوم. نعم. يعني نجي على النقدي حق 5-45 زادت 10 سنت. 45 زادت 10 سنت. زادت 10 سنت. نجي على النقدي حق 45-50 45-50 على النقدي. نعم. 4-45 الفاتوره تزيد شوي لانه في مجال يبيع كذا. اليوم انا بدي اروح اشتري فطيمه من واحد بالبيت الحس ذبيحه يقول لك خيو ابو حمزه صورها ب 55 تو. نعم. يا ابن الحلال انا قاعد اقول لك فاتوره 15 يوم. احسنت والله. بس بينما ناخذ بينما ناخذ اقول لك 45 50 نعم. ما خبرك الا الصحياني. نعم اللي يزعل يزعل واللي يرضى اني مسؤول عن نعم كل واحد مسؤول عن المسؤول كل واحد مسؤول عن كلامه. نعم الله يبارك الصبح لك حق انا بدي والله غنم من غنم الباديه السوريه يا شباب غنم طيبه زينه ما شاء الله تبارك الله. 360 هاي غير الغنم اللي صورناها عند ابو حسن حديدي مدفوع الى ربع يا شباب الله يبارك الله الله يبارك له. الله يبارك له. يا ابن يا جبار. خلصني. الله يبارك له خيو. اعطينا 50 الله يسلمك. اعطينا 50 الله والله نحن بالسوق هون هون نحن هون بالسوق هون. هيك البيع بيشترى هون. والله معك هون البازار. روح اعطاني 65 65 يا جبار. الله يبارك له 65 الله يبارك له. شنو ابو مريم ما فهمت 65 365 دولار 365
عشر فاضيات. اعطيهم 15 كفاله، سته عليكم كلن. وتنتين تصوير بعد 15 يوم. بعد 15 يوم صورة كمان مكفولات. انا مزين، انا ابو حسن احسن من ابو غيث. 10 10 كثير. 10 تستلم انت ترجع بها. انا ابو حسن احسن. يعني هيك خطر على بالي ثنايا فتاه حلوه. خطر على بالي الامر هذا، قلت استشيرك فيه. يعني انت لك نظره واضح واضح شكل عوامل شجه طول. يعني هيك وقع بقلب الغنم ابو حسن احسن. اسمي من مدفوع مزرات والله ناخذي. تعال هون خلينا نصورها. تعال هون والله يا ابو احمد كل ساعه ولا مزرات. ايوه يقول لك مدفوع 375 قبل ما يسوى. يعني هذا ام راس النيل. الله بارك فيك. ما خجلك انت سيه. الله بارك فيك. الله بارك لك معنا معنا. الله بارك لك. بارك لك معنا. الله بارك لك معنا. الله بارك لك. الله بارك لك. اشتريت مؤيد. يلا يا رب الله يرزقه. شباب هذا مؤيد اللي دفع 900 دولار 1800 دولار بالرأسين اللي مرة عرضناها من كم يوم أسبوع الماضي. في ناس يقول لك ما حد يشتري المشتري. الزلمة صاحي وعرفان ايش يشتري وعرفان ايش يدفع. أبو حمزة برجال ألف وجاء بعده رجال دفع ألف. نعم يعني في ناس يقول لك وشنو الأسعار الخيالية يا أخي. الناس تحب البضاعة. قراص الغنم إيه اللي عشق شيء يدفع يا أخي. يا شباب إحنا ما نقول لك هذا السوق هيك كل الغنم اللي بسوقها أسعارها لا هي راس وراسين. نص وحدة ايش قاعد تعجل؟ 130 130 دينا شوف بدك اشرح. لا والله 160 اقصدها النبي يا زلمه. كيف تشتري؟ ولا 140 هذيش هذول 130 صغيرين. كان حس احنا بدنا بلا صغيرين ومنكش يا اخي اجعلها لاول. يا ساسع ابو النور تفكر حالك انت عملاق يعني مثلا. اشرح يا عملاق. عملاق اشرح. كذا ترى زلمه اطول منك بس عبين واقف القاع مايله واقف القاع وطن. لا كيف ما لابس شحاطه. ما لابس شحاطه خلص. ليش لبستها؟ 130. تعال خيو شو الساعه ما نسولف احنا. ايش قد قلت له؟ قلنا له 130. ايه لازم فرشه ما تقول لي 150. لا والله ماني مصدق. ولو لا 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 150. لا 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 ما بيسترد 150. لا بيا بنور ولا 140 هذا بلوى. 150 يا بنور ما بيحكي هذا. لا والله ما اشتريت. لا والله اللهم صل وسلم على محمد. شنو هذا النبي النور؟ هاي رمي فلت شعرها بخلق بس مو مثل فلت. اي نعم صحيح انت حلو يا ابو حمزه. نعم بس مو مثل فلت. الله الله ايوه شلون هذا يعني اسمه مو عرفان شلون يبيعها. نعم صاحبها اشترى سياره. ايه كان يبيع الفطام يشتري يدفع حق السياره. أيوة. يعني ما يدفع حق هو ما يريد يدفع عربون. إيه. حاوي ايش قد طلبتوا به رفعت حاوي 10 على التالي. مشتري سياره بده يبيع 100 راس تاي وفي حقه. إيه. اشوف اليوم قال نزل الثلاث الطاوله هذول اسع الباعوا السياره بس يسمعها. بده يرجع لسيارته. والله العظيم ايش قد طلبتوا به والله يا ابن حلال وصلناهم 700 درهم. كويسات ماشي حالي. ما اعطوكم شيء؟ انطونا بهاي 200 200 و170 جباره. نعم هاي الحمراء الحاله 200. شلون هالسوق ابو النور؟ والله ماشي حالي زين. ها يعني اللهم صل الله يرزقك يا ابو النور. ببيع الشرا كويس. لا ظل تحكي عن المرابيع وتحكي عن الناس اللي صاروا. لا بس هذا الزوا يعني لله قال يعني انه انت يقول معليش ما زعل منك. الله يرزقك ابو النور. صور لكم السوق على السريع يا شباب لا تواخذونا والله شوي مشغولين. ما كنا ناويين ننزل على السوق ولكن مشان ما نخلف معاكم نتاخر عليكم. اللهم صل على محمد. سوقنا فضفض يعني ما ظل هالبضاعه كثيره بالسوق. وانتصف النهار انتصفت الضحويه. اي نعم. لا تنسوا الاشتراك بالقناه تفعيل زر الجرس وضغط على زر الاعجاب. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.